أصدقائي هذا فيديو ممنوع تصويره، بحاول قدر استطاع أني أصور لكم هذا المكان بدون ما حد يكشفني ويمنعني من التصوير، لأنه هذا أحدث وأرقى الأماكن اللي موجودة هنا في الهند نيو دلهي، وأيضا جميع الفنادق الخمس نجوم موجودة في هذه المنطقة صديقي، ولكن مانعين التصوير منعا باتا. فبحاول أني أصور لكم الحياة الليلية في هذه المنطقة اللي هي أرقى وأحدث المناطق. فهذا فيديو ممنوع تصويره يا صديقي، ولكن بحاول قدر الاستطاعة أني خليكم تشوفون معي. وأنا قاعد أصور اللقطة الأولى كان في سكرتي وراي، ولكن كان مشغول ما شافني. والله العظيم كأني أحس أني بهج من سجن أنا على تصوير هذا الفيديو يا كابتي. بس والله العظيم منطقة فخمة جدا يا صديقي، أفخم منطقة شفتها في الهند كل أبوها، وتعتبر أحدث منطقة في الهند يعني. وكل الفنادق الحمد لله. هذا سكرتي كابتن، سكرتي انحاش، ما ودي اول ما ابدا المقطع على طول اكشفني السكرتي يا كابتن، والله ما ودي. خلنا انزل تحت صراحه، المكان انا جدا عاجبني فعشان كذا لازم اصوره. هذاك السكرتي يا شوف كابتن يشوفني بس الحين الين اقول. والله يا صديقي المنطقه هذه صراحه راقيه جدا، والمكان هذا يا صديقي موجود قريب من حي الأغنياء اللي شفتوه بالمقاطع السابقة، قريب منه ولكن هذا أحدث منه وأكبر منه. بالله إيش في الجمال يا صديقي، إيش في الأناقة، إيش في المحلات، ما تحس أبدا أنك في الهند يعني. أماكن راقية جدا وفخمة مرة. أغلب فنادق الخمس نجوم كل أبوه موجودة في هذه المنطقة، فعلشان كذا منطقة كبيرة فيها كل شيء تحتاجه، راقية جدا. أغلب الناس اللي موجودين هنا يا صديقي كل أبوهم أجانب، وأيضا هذا سكرتي كابتن لا يكشفني السكرتي يا للمطول. والله العظيم تصوير الفيديو هذا كأني بطلع من سجن أو بهج من سجن يا كابتن. والله صراحة المكان جميل جدا، شوف المحلات كيف، شوف المطاعم، حتى الريحة يا صديقي جميلة يعني، ما تحس حالك أبدا أنك في الهند ولا في من الأماكن اللي دائما نشوفها. بيتزا هات، إذا شفت سكرتي بالله علموني علشان أطفي الكاميرا. أغلب المنطقة هذه أجانب يا صديقي، وأيضا الناس الأغنياء. هذا سكرتي 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 يا كابتن، خلنا ننزل الكاميرا. في سكرتي يا كابتن، وقف وقف. بالله شوف الفخامة، شوف الفخامة يا صديقي. شوف أول ما تطلع من المكان هذا شوف إيش تشوف. شوف مكان راقي جدا، ولكن بإذن الله إنه ما كشفني قاعد أصور لنا. شوف المكان اللي تشوف فيه المباراة يا صديقي. شوف المباراة وهذه الجلسات الجميلة، حط لك مراوح، مكان مغطى جميل جدا أنيق. والله العظيم أفخم من كذا ما شفت يا صديقي، طبعا مجانا، ما يحتاج تدفع أي ريال إنك تجلس هنا. بالله شوف شوف الأناقة، بالله شوف الجمال يا صديقي. والله العظيم إني حتى إني خايف أحط الكاميرا على وجهي يا صديقي علشان ما يكفطني سكرتي، خليني أقربها مني عشان ما أشوفها وتشوفون معي. شوف شوف المحلات، شوف الجمال يا صديقي، شوف الأناقة. والله العظيم مرة مرة مكان أنيق جدا، يعني أول مرة أشوف في نيو دلهي زي كذا. بالله ايش رايكم؟ بس ما ادري ليش مانعين التصوير يا صديقي، ما ادري ليش، يعني دائما الاماكن الاثرياء يمنعون فيها التصوير ولا كيف؟ شوف البقاله كيف؟ والله نيو دلهي كل ابوها ما شفت فيها بقالات زي كذا، الا هنا شوف شلون؟ بقاله كانها سوبر ماركت فخم جدا. ما شاء الله تبارك، ابى ادخل بشوف شو فيها البقاله يا كابتن. والله حتى البقالة فخمة يا صديقي، نادر جدا تحصل بالهند بقالات، ولكن هنا بقالة بقالها متواضعة جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الأجانب أغلبهم أجانب. كوفي يا الله، والله من زمان أدورك يا حبي، معليش معليش ما لقيتك. حتى الموظفين 16,000 واحد.
موظفين جدا كثير داخل السوبر ماركت. يعني المكان الفخم يا صديقي يحطون 16,000 موظف. عموما هنا في سكرتية مرة كثير، بنزل الكاميرا عشان ما يشوفوني. لا ايش في الحركات، ايش في الفخامة يا صديقي. انا بالهند ولا وين؟ انا بالهند ولا وين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحة صدق انه مكان فخم جدا. ابي اسمي مقطع الفيديو فيديو ممنوع تصويره لانه صدق ممنوع تصويره، وكل اللي ابي منكم انكم تستمتعون معي بالحياة الليلية هنا في الهند في هذه الاماكن الفخمة يا صديقي. ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحة المكان فخم جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. أول مرة أشوف زي كذا. والجميل بهذه المنطقة يا صديقي أنها قريبة مرة من المطار، فأول ما تنزل تلقاها بجنبك يا صديقي، ولها قطار خاص قطار المطار، يعني بتجي بسريع سريع. والله مكان ممتاز جدا، خليني أوريكم لأنه مرة كبير. الله يا صديقي مكان جميل جدا. شوف أول ما تطلع يمين الحين تجيك كافيهات، وأيضا ترى مول داخل، لو تدخل في مول، ولكن للأسف ممنوع التصوير. ف شوف هذه أغلبها محلات كافيهات، وأغلب الكافيهات المشهورة يا صديقي. بس يا أخي شوف الأنوار والجمال والتنظيف والأشجار. شوف هذا الكافي المشهور جدا، شو رأيك نتقهوى هنا نستكشف المكان يا صديقي، وبعد ما ننقفط نجي هنا نقول حنا جينا عشان الكافي. شوف الفخامة يا صديقي، شوف الحركات، واضح إنه 5 ستار يا كابتن. سكرتي 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 يا ليت متوقع. والله يا أصدقائي قاعد أخاطر عشان أصور لكم هذا المقطع، إن شاء الله إني ما أنقفط، بس إن شاء الله إني ما أنقفط. مكان يستاهل، فأنتم تستاهلون أكثر. أهم شيء لا تنسونا من اللايك والاشتراك أصدقائي، ترى يفرق معي كثير ويدعمني مرة كثير، هو سر استمرار يا صديقي. دعمك، اللايك، الكومنت، نشر المقطع. سكرتي لا تنسى اللايك كابتن. بالله شف الكافي، شف الجمال، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا محل آيس كريم، شوف محل الايس كريم كيف يا صديقي، حتى محلات الايس كريم جميله. المشكله حاطين حراس امن بكل مكان، ما يمديني حتى ارفع الكاميرا صديقي، فخلينا نروح مطعم اكل واسولف معكم واوريكم المكان بنفس الوقت. فخلينا ندور لنا مطعم كذا كويس في هذا المكان الراقي. والله يا صديقي لو واحد يوريني هذا المكان ويقول لي انت في الهند، انت بنفس المدينه اللي صورت فيها اول مقطع، ما راح اصدق ابدا بهذه الفخامه وبهذه النظافه وبهذا الناس. يعني شوف حتى اشكال الناس مره مختلفه. فصراحة مكان فخم جدا، ما كنت أتوقع أبدا أني راح أحصل يعني أماكن جميلة زي كذا هنا في الهند. سكرتي سكرتي كابتن سكرتي. شوف المباراة يا صديقي، تابع المباراة هنا، جايين يتابعون المباراة الناس الأغنياء. خليني أتكي أشوفها معهم شوي. والله مكان فخم جدا يا صديقي. جاني سكرتي سكرتي جاني. مكان جميل جدا. خلينا ندور لي مطعم عند اخويانا الكوريين. خلينا ندور لي مطعم عند في هذا المكان. قبطة هنا في محلات بعد. اغلب المطاعم المشهوره تحصلها هنا يا صديقي. انا صراحه ودي اكل من البيتزا، مشتهي البيتزا، شفت البيتزا بيتزا هات ودي اكل منها. خليني اروح يا ام البيتزا هات يا صديقي، ابي اكل من البيتزا عشان ما انقفط ولا يقولوا لي لا تصور ولا تصور. شف عندك محل سبوي وايضا بيتزا هات. صراحه انا مشتهي البيتزا، فخلوني اكل بيتزا. كم سعرها ما ادري، ولكن جيعان خلني اختار. هاي سو هلو سير، هاو ار يو؟ ام جود، ماي نيم سون، اس او يو ان، اس او يو ان. وان بيبسي رايت سو؟ يس سير بليز. يو هاف سبرايت؟ وي هاف 7 اب سو. ا جيف مي 7 اب اند ذن ها اني ديب. ذاتس اول. يا ذاتس اول. 7 and 4, 500. باي كارد بليز. بس ان شاء الله انه مسموح التصوير هنا، انا والله العظيم ابي اكل وبصور، اذا منعوني ما لي شغل. بعد اصور البيتزا حقتي. يس بوث. صديقي طلبت من بيتزا هات وهذا الطلب. شف عاد كان يسالني يقول تبي ميديوم ولا لارج؟ لا قلت له ميديوم يا اخي، انا شخص شف شف
طلعت هذه المدينة مكبين، هذا حقت عصفور ولا إيش؟ والعصر هذا كبره شف، أنا نسيت إني في مكان أغنياء. الأغنياء صديقي كل ما صغر الحاجة ارتفع سعرها، وكل ما ارتفع سعرها صغر حجمها، فعشان كذا ممكن حجمها صغير يعني والعصير صغير وكل شيء صغير. يقولون كل ما صغرت صارت لذيذة أكثر، فخلونا نجرب نشوف مختلفة هنا ولا نفس الطعم ونفس الأشياء وهذه. أهم شيء خلونا نستمتع أصدقائي. سكرتي سكرتي كابتن سكرتي شافني، إن شاء الله أنا ما يقول شيء، إن شاء الله يحسبني قاعد أسولف مع نفسي. طبعا سعره هذه تشيكن بابروني مع عصير، وايضا خليتي يحط لي جبن يغرق امها جبن يا صديقي في هذا المكان الجميل مع السكرتي، سعره 23 ريال يعني تقريبا 6 دولار. حط لي حاجتين هنا صراحه ما ادري وش هي، طارنا فلفل ولا شيء زي كذا. كابتن السكرتي راح ولا لا؟ بالله علموني اذا راح علموني. ها شوف شكلها والله حجمها صغير مره يا كابتن، حقت عصفور ما هي حقت شخص ثاني. بس في الجبن، الجبن يا صديقي احكي لي على الجبن هذا، ما ادري وش والله ما ادري وش، خلينا نشوف وش، خلينا نحط منه واشوف كيف. الظاهر انه فلفل، عاد انا ما احب الفلفل لكن خلينا نشوف شويه على وحده بس. يلا والله اني اشتهيت اني اكله كابتن، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الجبن، الله 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 الله، والله طعمه لذيذ يا صديقي، والجبن صراحة ما تعب عليه. شوف الجبن، شباب في سكرتي وراي ولا لا؟ صراحة ما ودي اناظر عشان كني قاعد اسولف مع نفسي، انا ما ودي اناظر ورا، ان شاء الله ما يجي احد. تخيل يا صديقي اول ما دخلت مع البوابه داس الكاميرا بالشنطه عشان ما حد يشوفها، ولكن مسحب الجهاز قال في كاميرا داخل، ما ادري شو عرف، قلت لي في كاميرا، قال لا تصور ممنوع حتى بالجوال صور سيلفي فقط. تبشر من عيوني وعلى طول افتح الكاميرا وشغلها. فهذا في يدي وممنوع من التصوير يا صديقي، ولا تعلمون احد لو سمحتوا. لا الحين يرفعون علينا قضيه الاغنياء هذول، عاد حنا طفاره يا صديقي، مشكلة ما نقدر نجيب محامي. الله والله يا صديقي كانت بيتزا صح. عاد الآن مرحلة الهروب، أبي أهرب وإن شاء الله ما يشوفني أحد، أوريكم محطة القطار، ومحطة القطار أيضا ممنوع التصوير فيها، ولكن بإذن الله إني يمديني وأصور لكم. طبعا المكان هذا يا صديقي جنب المطار، فحنا نبي نركب محطة القطار إلى قلب المدينة العاصمة اللي أنا ساكن فيها، أو المكان اللي أنا ساكن فيه يا صديقي فقط بريالين، فبحاول إني أوريكم محطة القطار إنه ممنوع التصوير فيها، ولا كذا مداري بصورها لكم. صديقي بالله شوف المكان من برا كيف، ما شاء الله والله مكان فخم، طبعا أكثر مبنى، هذا المبنى الأول وأيضا هذا المبنى الثاني يا صديقي، وفي المبنى الرئيسي اللي هو هذا، فهذا المين مبنى على قولتهم المبنى الرئيسي. فأغلب اللي هنا يا صديقي شركات أو مكاتب يعملون فيها، الظاهر في مول تحت، ولكن يا صديقي المكان اللي برا مانعين التصوير فما بالك داخل المول. فصراحة المكان جميل جدا، وأيضا محطة القطار جنب هذا المكان على طول ورا هذا المبنى تحصل محطة القطار. فأغلب الهوتيلات اللي موجودة هنا يا صديقي كل أبوها 5 نجوم، هوليداي إن ومدري وش اسمها هذه، أنا ما أعرفها صراحة، ما هي خويتي، ولكن إن شاء الله في المستقبل نصير أصدقاء حنا وياها. فأغلب الهوتيلات اللي موجودة هنا صديقي 5 نجوم، فجنب المطار 5 نجوم. هذه المنطقة إذا حبيت تجلس يوم يومين ثلاثة أربعة، وحتى يا صديقي إذا معك أو إذا حبيت إنك تستأجر سيارة كهربائية أيضا بهذه المنطقة، شف في تشارجر للسيارات الكهربائية، يعني كل شيء تبيه يا صديقي تحصله ما شاء الله. والله العظيم مكان جميل جدا، فخم كبير، أول مرة أشوف مكان في نيو دلهي اللي شفتوا فيها أول مقطع فيها الهند، نفس هذه المدينة تحصل هذا الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه محطة القطار توني دخلت، شف هادية ما فيها زحمة، المكان هنا على طول قريب مرة دقيقتين، فأجمل شيء يا صديقي على طول إلى محطة القطار، وهذا المكان جنب المطار يا صديقي. نيو دلهي واحدة من أزحم مدن العالم، فعلشان كذا نادر جدا تحصل مكان هادئ، دائما تحصل ملايين الناس وفوق بعضهم، تعرف اللي يدفونهم عند الباب عشان يدخلون كل ابوهم، هنا تحصل في نيو دلهي. طبعا هذا القطار الرئيسي حق المطار، فخم والكراسي حلوه
ما في زحمة. خليني أوريكم الآن بس على ما يوصل. كني في كوريا صديقي والله، على الترتيب والتنظيم. كوريا هي الدولة الوحيدة اللي تقريبا اللي تحط نفس القزاز هنا علشان ما حد يطيح. وهذا فتذكرت كوريا. اليابان لا ما فيها زي كذا، اليابان عادي انك تطيح. بس صراحة عاجبني الهدوء، عاجبني النظافة. شوف ما شاء الله كيف بعد الخط يعني تحس حالك صدق في كوريا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التذكرة كيف يا صديقي، ورقة بس تسوي الباركود كذا وتدخل على طول. أجمل شيء يا صديقي في هذه المحطات إنهم حاطين بالخط الكبير اللغة الإنجليزية، فالغالب دائما يعكسونها لغتهم أول شيء واللغة الثانية الإنجليزية، لكن حاطين لك كل شيء بالإنجليزي. وعلشان تعرف محطتك صحيحة ولا تشوف نفس النظام الكوري بالضبط. شوف السهم وين راح زي كذا، حنا رايحين إلى القلب نيو ديلي العاصمة بريال يا صديقي، ربع دولار. فكل شيء بالإنجليزي مكان مرتب صراحة ما توقعت، غير المنطقة الجميلة إنك تحصل بعد قطارات فخمة وزي كذا. أنا بروح إلى قلب نيو دلهي، يعني نيو دلهي القديمة، ولكن في مكان كويس أوريكم الحياة الليلية هناك، وبعدها أوريكم حارتنا مع أنها والله تسد النفس، ولكن ما في مشكلة نختم فيها يا صديق على الأقل الختام يعني ما نطول فيها. حصلت واحد ما شاء الله كلام عربي، أنت كلام عربي؟ أيوة معلوم. ما شاء الله أنت وين شغل أول؟ شغل أول روما ومطعم. روما مطعم ما شاء الله في الرياض، اشتغل في الرياض وابها الرياض خميس ابها ما شاء الله. والله اخيرا لقينا واحد يتكلم عربي. يلا ايام من انديا ناو ها. اوكي سير انت اول، انت المدير الحين، انت مدير ناو، انت مدير. انا في المدير، مدير الايطالي. يا سوري. شوف القطار كيف، والله مكان فخم جدا ما شاء الله. ثانك يو سو ماتش براذر، جزاك الله خير. بالله ايش رايكم بالقطار الجميل هذا؟ مكان مرتب نظيف. شوف الكراسي كيف، صراحه ما توقعت في قطارات زي كذا، يعني هذه مره ما هو مزعج. القطارات اللي داخل المدينه مره مزعجه وفيها زحمه والناس واقفه في النص، ولكن هنا زي ما تشوف يا صديقي انما مطار قطار مطار، لانه يعني قطار مطارات، فهادي هدوء حتى في مكان للشناط وزي كذا. شوف مش ما في اي زعج، بريال يعني ارخص من كذا ما فيش يا صديقي. ما ادري هي تشتغل ولا ما تشتغل، بس تحط الباركود هنا ويفتح معك. شفت فتح معي بكل سلاسه واربعة وخمسة وستة. الله يا الهدوء، والله العظيم والله العظيم يا صديقي ما تحسب نعمة الهدوء اللي دجت الهند. الهند اعوذ بالله صوت البواري والازعاج مره كبير، ولكن المنطقة هذه رجع لك النعمة. الحمد لله نعمة الهدوء يا صديقي ونعمة الله. طبعا صديقي وصلت إلى سنتر وسط دلهي القديمة، يعني هذا سنتر دلهي القديمة. شوف يعني محلات وكشكات بسيطة جدا، والظاهر في معبد هنا حق فيل ما أدري قرود والله ما أدري وشو، لكن هذا السنتر. يعني أنا ساكن، هذا معبد، أنا ساكن قريب من هنا يا صديقي. وريتكم بالمقطع اللي راح كم يكلف يوم كامل، وريتكم المكان اللي انا ساكن فيه، وايضا بنروح بعد شويه اوريكم الحاره مره ثانيه، جنه الرحاله. والله بعد المكان اللي شفته يا صديقي جهنم الرحاله ما هو جنه. هاي ايش بقلاوه ولا ايش؟ قبطي. هذه الظاهر يشترونها ويقدمونها للمعبد، الظاهر والله العظيم ما ادري. اللي يوضح لي يا صديقي. فسنتر دلهي القديمه يا صديقي مكان بسيط جدا، محلات محليه بسيطه، أشياء تراثية قديمة. شوف مثل هذه العجوز، يعني تشوف أشياء جدا جدا يعني بسيطة. يعني والله سبحان الله فرق السماء على الأرض كيف شفتوا قبل شوي وكيف المكان هذا. طبعا يا صديقي المكان هذا مشهور في المباني هذه البيضة، في تقريبا أكثر من مكان كلبوها مكان بيضة، كلبوا مباني بيضة. وشوف الجميل مزينينها بالأنوار وهذه، فطالعة جميلة جدا لأنه عندهم عيد قريب بعد أيام. وفي ايضا زي ما تشوف المطاعم المشهوره يا صديقي، سبوي ما سبوي، هذه كلها مطاعم مشهوره موجوده في هذه المنطقه اللي هي سنتر دلهي القديمه يا صديقي. وايضا يا صديقي اغلب الماركات والمحلات تحصلها في هذه المنطقه في دلهي القديمه، لانه ما هو بالعاده تحصل ماركات في دلهي القديمه يا صديقي. زحمه يا زحمه، وكنت اقول لكم قبل شوي الهدوء نعمه، رجعنا للإزعاج يا صديقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجمل شيء يا صديقي في الحياة الليلية هنا إن مسموح لك التصوير يا صديقي، خذ راحتك خذ راحتك، ما عادها تفرق معي ما عادها تفرق معي. يعني ما في لا حراس أمن ولا حاجة يمنعونك من التصوير، يعني صور على راحتك
خذ راحتك وتمشى كابتن. شف في كاميرات في اخبار هنا. السلام سلم اضاءات حركات بركات. يا حليلكم. تعرفون ايس كريم حق المكان اللي تجيك سياره تبيع ايس كريم؟ والله هذا مثله. Brother, how much? Kitna? 25. 25? Half vanilla, half chocolate. Yes, please. One. 25. Okay. 25. Yalla, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let me make video. Wait, wait, brother. Yalla, bismillah. Wallah, اشتقت له يا أخي. Wallah, كأنه آيس كريم السيارات. ما شاء الله, تبارك الرحمن. Let me be, let me be. Twenty-five, right? 25 يا صديقي, يعني مثل سعر القطار, ريال واحد. Thank you sir, thank you so much. نص شوكولاتة ونص فانيلا, كأن آيس كريم كائن السيارات اللي عندنا في السعودية اللي يدورون على الشوارع ولا تلقاهم صفطين كذا على الجنب وحركات. بسم الله, والله كأنه بريال. رخيص هنا يا أخي. ها آيس كريم اللي يطيح يا كابتن. أنا يمديني أقطع ولا يمديني؟ جينا أشهد أن لا إله إلا الله, نشهد مرة ثانية. يلا أنا معكم, يلا امشوا كابتن. والله آيس كريم حلوة. المبنى هذا يا صديقي طالع ممتاز جدا. ليش هو الوحيد زي كذا؟ والله العظيم إني ما أعلم, ولكن خليني أروح وأشوف وإن شاء الله إني ما أنصدم كابتن. أنا آيس كريم. نروح شقليطة. شوف يا صديقي, في أغلب الماركات هنا أديداس ونايكي كلها موجودة هنا. كابتن بسم الله الرحمن الرحيم, هذه فيها جن ولا ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الظاهر مع ريموت داسة وراه. شوف شلون يا اخي, عجيبة كذا. شلون يرقصون كأنه واحد يلعب بيده. اهلا بكم كابتن, اهلا بكم يا اصدقائي في الحياة الليلية. اهلا بكم يا اصدقائي في الحياة الليلية في حارتنا الجميلة. بالله يقولوا ما شاء الله, لا تعطونا عين. طبعا اللوكل الهنود يسمونها جنة الرحالة. انا بعد ما شفت المكان اللي شفتوه معي اليوم, والله هذه جهنم الرحالة, استغفر الله. حاطين لمبات العيد حقهم قرب يا صديقي, بيولع هذا الطريق كله ابوه كامل. يعني صراحة الشيء الجميل الحلو فيه محطة القطار بجنبها على طول, يعني هذا الشيء الحلو. بيعون فول وعدس الظاهر. شوف صديقي, فول وعدس, الله مميزات التنزاني الظاهر ذا. ليش صراحة هذه الحارة اللي ساكن فيها, وصورت السكن يا صديقي في بالفلوق اللي راح. كم يكلفك يوم كامل في الهند؟ شوف شوف والله برجر حركات يا كابتن. صيدليات, إذا تسممت ولا شيء يا صديقي, في صيدليات مرة كثير, يعني فيها مميزات حارتنا. صح ما في فنادق 5 نجوم, ولكن يعني في فنادق لا بأس فيها. بسم الله يا شباب, قولوا ما شاء الله على حارتنا, تعطونها عين. ترى يومين ثلاثة يولعون الضوء هذه ويصير الشارع كله أبوه منور, فيصير شارع ممتاز جدا. جاكيتات حركات, شف كل شيء كل شيء كل شيء تبي تحصله ما شاء الله تبارك الرحمن. وميزة هذه المنطقة يا صديقي انه قريب من السنتر دلهي القديمة اللي شفتوه قبل شوي, وقريب من محطة القطار, وايضا الجامع حق اكل الشوارع اللي شفتوه اول بعد قريب من هنا. فيعني ميزة هذه المنطقة فقط ان اغلب الاشياء قريبة من هنا, ومحطة القطار توديك لاي مكان انت به اذا كان ما هو قريب من هنا. فهذه الميزة الوحيدة فقط تقريبا هذا المكان. وبعد الساعة 11 تجي الشرطة تخليهم يقفلون كل ابوهم, فيكون هدوء تام يا صديقي. Brother chicken, تبي أكل يا صديقي؟ إذا تسممت على طول عندك صيدليات بجنبك على طول, جميع أنواع الدجاج طبعا نظيف 100%, ما يحتاج تسعى النظافة. طبعا أنا ساكن في هذه المنطقة من هنا, هذا طريق السكن حقي. والله طريق سد النفس يا صديقي, ولكن يعني خصوصا أسلاك الكهرباء هذه بسم الله تجيب المرض. ولكن يعني السكن نظيف صراحة, مرمم جميل. تقدر تشوف في المقطع اللي راح كم يكلفك يوم كامل في الهند تشوف السكن حقي والغرفة. إذا حبيت أنك تجي هنا حتى جيراننا, تشوف جيراننا ما شاء الله
يتفرجون من البلكونة. صديقي بعد كل مساء هناك صباح جميل، وبعد كل غروب شمس هناك شروق شمس يا صديقي، وبعد كل ألم هناك فرح، وبعد كل حزن هناك سعادة يا صديقي. من الأشياء اللي تعلمتها يا صديقي من خلال التجارب والسفر واختلاطي بالناس إن الإنسان لازم يكون متفائل دائما علشان يشوف جمال الحياة. كل ما تفائلت يا صديقي هذا راح ينعكس على أفكارك، وأفكارك يا صديقي راح تأثر على مشاعرك، ومشاعرك راح تأثر على سلوكك. فالإنسان دائماً إذا شفته متفائل يا صديقي دائماً تشوف سلوكياته وتصرفاته تخليه دائماً يبحث عن فرص، يبحث عن تجارب، يبحث عن حياة أفضل، لأن إنسان متفائل. أنا دائماً أشوف حياتي يا صديقي كل ما كنت متفائل في حياتي مهما كان اليوم سيء أو أنه واجهتني مشاكل كثيرة دائماً أتفائل أنه في شيء جميل راح يصير. تأكد أنك ما تقدر تعيد الأيام الجميلة، ولكن تقدر تصنع أجمل منها. أنك تتفائل ويكون عندك أمل كبير أن المستقبل بإذن الله راح يكون أفضل وأحسن وأسعد. تفاءلوا بالخير تجدوه، فتفاءل يا صديقي لترى الحياة بجمالها وحلاوتها، وتذكر أنك أنت كما تفكر. إذا فكرت في أشياء إيجابية بإذن الله راح تشوف أشياء جميلة وسعيدة في حياتك، ولكن إذا كنت دائما تفكر في أفكار سلبية راح ترى المشاكل والضغوطات والأشياء. ما في حياة تخلو من هذه الاثنين، كن واقعيا يا صديقي. السلبية يا صديقي تقبلها، والإيجابية ركز عليها واستمتع فيها. أرجوك كن متفائلا، وأهم شيء لا تنسى اللايك والاشتراك وانشر المقطع للناس اللي تحبهم. صراحة هذا خليني أسعد كثيرا، واني أقدم لكم بإذن الله الأفضل والأحسن، ودائما كونوا سعداء يا أصدقائي. السلام عليكم.